المهم عرض محمد المنتوغج على كافور ان يلتحق كضابط في الجيش، لكن كافور عمل حركه خبيثه كده فاختار الاشراف على تعليم اولاد محمد المنتوغج عشان يثبت لسيده اخلاصه وانه يعني قال مش طمعان في منصب ولا جاه، وعشان برضه يفضل في كنف سيده في قصر الحكم. بعد فتره من تواجد ابو المسك كافور في قصر الحكم وبعد ان اظهر ذكائه وفطنته في مواقف عده، اعتقه محمد المنتوغج ونال اخيرا حريته. بعد ذلك ارسله محمد المنتوغج وحمله اخرى الى بلاد الحجاز، مما اكسبه خبرة سياسية وعسكرية كبيرة جدا، ومن ناحية اخرى اكتسب ثقة محمد المنتوغج حتى انه اوصى ان يكون وصي على ابنه حتى يبلغ سن الرشد. بعد ذلك توفى محمد المنتوغج وتولى الحكم من بعده ابنه نوجو.